بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 25 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى، ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية والتعليق عليها من الكتاب من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعاً حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدماً، وأرجو منكم فتح الكتاب على صفحة 166 من الجزء الأول اللي هو نفسه المجلد الأول، صفحة 166 من المجلد الأول اللي هو الجزء الأول، باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. طبعاً احنا ما زلنا في موضوعات الطهارة، وهي كلها بكل أقسامها وأنواعها ومسائلها تعتبر مقدمة لكتاب الصلاة. والصلاة كما تعلمون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. وهذا الترتيب، الطهارة ثم الصلاة، درجت عليه جميع كتب الفقه الإسلامي في المذاهب الفقهية كلها قديما وحديثا، وهو كما قلنا مرارا الأمر الطبيعي والتسلسل الطبيعي المنطقي. أولاً الطهارة ثم الصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن والثوب ورفع الحدث الأصغر والأكبر. تعرضنا لبعض مسائل النجاسة خلال حديثنا عن أنواع المياه وأقسام المياه، تمام؟ والآن سنفصل في أنواع النجاسات وطرق تطهيرها، تمام؟ فهذا تفصيل ما ذكرناه في باب أقسام المياه على سبيل الإجمال والاختصار. طيب، هو سيبدأ الآن بتعداد النجاسات، ما يعتبر نجاسة عند الشافعية، نجاسة بذاته. بعض هذه النجاسات محل اجتهاد من فقهاء الشافعية ومن وافقهم، وبعضها محل اتفاق بين العلماء. لكن قبل أن نقرأ من الكتاب في باب النجاسة، أحب أن ألفت نظر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إلى بعض الأمور الأساسية في موضوع النجاسات. أولاً الأصل الطهارة، الأصل الطهارة في المطعومات واللباس وفي الأعيان، الأصل الطهارة. فالنجاسة استثناء، والنجاسة النجاسات هي الأقل. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق السماوات وسخر ما في الأرض وما في السماء للإنسان، لذرية آدم عليه السلام، هو خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الكلام عن آدم عليه السلام وذريته، تمام؟ فالمسخرات لا تكون نجسة، المسخرات بأنواعها وأشكالها لا تكون نجسة. فإذن الأصل الطهارة، تمام؟ ومن قال عن شيء أو عن عين أنه نجس فلا بد له أن يأتي بالدليل الشرعي، تمام؟ رأيت أنا خرقة في الشارع، رأيت حجر، رأيت أي حاجة، رأيت مياه مثلا، الأصل أنها طاهرة. مش بقول هي بول أعزكم الله إلى أن يثبت العكس، هذه الخرقة نجسة إلى أن تثبت طهارتها، هذا الحجر نجس إلى أن تثبت طهارته. الأصل الطهارة، والاستثناء هو النجاسة، والنجاسة تحتاج
لإثباتها لدليل. هذا أولا. ثانيا، موضوع أنه في نجاسات أصلا في هذا الكون، أنه في نجاسة، ليش في نجاسة؟ ما الحكمة؟ تأملوا دائما في حكمة الخالق العظيم فيما خلق، وحكمته سبحانه وتعالى فيما شرع. فالخلق من عند الله والشرع من عند الله، وهذا الكلام ذكرناه مرارا، وقلنا لابد من أن يستجلي طالب العلم التوائم والانسجام التام بين الشرع وبين الخلق، بالنظر إلى وحدة المصدر الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم جل في علاه، الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلا. ليش في نجاسات؟ أما كان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء والإنسان والحيوانات ما فيش إشي اسمه نجاسة؟ الجواب نعم، الله على كل شيء قدير. لكن هذا في الجنة، في الجنة ما في نجاسات، أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يتغوطون ولا يبولون، ولكن يرشحون مسكا، يعني الفضلات عبارة عن عرق مسك، تمام، من غير بول ولا غائط. في الجنة ما في نجاسة، دار نعيم وكرامة، كلها بر وخير ونعيم، ما في شيء ينغص حياة الإنسان في دار الكرامة تلك، أكرمنا الله وإياكم بها بدخولها والخلود فيها إن شاء الله تعالى الكريم، لا من نجاسة ولا من غيرها، تمام. مع هنا نفهم حكمة وجود نجاسات في الحياة الدنيا، تمام، اللي هي إيش؟ الابتلاء. انتبهوا، الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في دار ابتلاء، من الابتلاء أنه قال لك هذا نجس لا تقربه، وإن وقع عليك عليك أن تتطهر منه وتطهره بكذا وكذا. والله الله سبحانه وتعالى قادر يجعل كل ما في الأرض طهارة، وما فيش حاجة اسمها نجاسة ونجاسات، لا من قريب ولا من بعيد، لا قليلا ولا كثيرا، وهو على كل شيء قدير. لكن القضية قضية ابتلاء، تمام. وتأمل معي أنه غير المسلمين ما عندهمش، خاصة من غير أهل الكتاب ما عندهمش القضية، مش مزعج عنده، يعني ما لا يؤرقه قضية أنه بال صبي على ثوبه، أو أنه يعني عاشر زوجته يخرج إلى العمل بدون أن يغتسل، ما فيش حاجة اسمها صلاة عنده يريد أن يتطهر لها بالغسل برفع الحدث الأكبر، تمام، ما فيش حاجة اسمها وضوء. يعني لذلك ما بيستخدموش في الحمامات العامة المياه، وهذا مشاهد في كثير من دول الغرب والشرق من الدول غير الإسلامية، عنده أنه يستنجي بالمنديل إذا استنجى، ولا يسميه استنجاء، يعني أمور الطهارة عنده مش واردة في ذهنه، مش في برنامجه اليومي، ما فيش حاجة اسمها نجاسة، يعني تمام، بالمعنى أنه لازم يغسل، لازم يطهر، لازم ينقي، ما فيش منه الكلام هذا، لأنه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إحنا دار ابتلاء، تمام. فافعل ولا تفعل، نجاسة لا تقترب منها، وإذا وقعت عليك أن تغسل وتطهر وإلى آخره، ابتلاء من الله عز وجل، تمام. وطبعا ينظر الله سبحانه وتعالى إلينا من يلتزم بهذه الأحكام ومن يحرص عليها التزاما بأمر الله ووقوفا عند حدود الله. فالطهور شطر الإيمان كما قلنا، ليه؟ لأنه أساس للصلاة، والصلاة عمود الإسلام. إذا الأمر الثاني إيش؟ إنه الحكمة من وجود النجاسات الابتلاء. طيب الأمر الثالث، إنه في فرق بين النجاسات والقاذورات. انتبهوا، في أمور كثيرة مستقذرة لكن ليست نجاسة. النجاسة وصف شرعي، وصف شرعي، فبمعنى أنه هذه لا يجوز الصلاة بها، لا يجوز الصلاة معها، لا يجوز الصلاة في المكان اللي وقعت عليه، بخلاف القاذورات التي قد يستقذرها الإنسان فطرة،
لأن الإنسان مخلوق يحب النظافة ويميل إلى النظافة فطرة. يعني مثلا النخامة المخاط أمر مستقذر لكنه ليس نجسا، مش بول المخاط تمام، ولا النخامة اللي تخرج من المعدة أو من الحلقوم البلعوم، القاذورة الأوساخ، الأوساخ في البيت، القمامة، هذه قاذورات ممكن تكون رائحتها منتنة لكن ليست نجسة. يعني طعام قديم ما وضع في الثلاجة تعفن فسد طلعت رائحة منه كريهة جدا، هل هذه نجاسة؟ نسيناه في المطبخ بدون غطاء أياما وسافرنا رجعنا وجدنا الرائحة جدا منتنة، وطعام فاسد وعليه عفن نسارع لإلقائه بالقمامة أو حتى خارج البيت، هذه قذارة لكنه ليس نجسا، لو وقع علي ليس نجسا، لا ينجس الثوب الطعام الفاسد. فإذا في فرق بين القاذورات وبين النجاسات، النجاسات تحتاج لدليل شرعي، القاذورات إجمالا الإنسان بأي إنسان يتنزه عنها بفطرته، وإذا عاش مع القاذورات وارتضاها واستأنس بها فذلك خلاف الفطرة الإنسانية كما يحصل عند بعض الناس من أتباع الديانات الوثنية. وقلنا لكم الهندوس يغتسلون بروث البقر في نهر السند في زمان معين خلال السنة لأجل أن يعني ترتقي روحهم ولا يرتقي بروحه ولا يغسل ذنوبه، ما أدري يعني إيش الموضوع، لكن شيء يعني مشاهدة تدعو للإشمئزاز، فما بالك ممارسته، واحد يغتسل بروث البقرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام أولا وأخيرا. إذن مرة أخرى الأصل الطهارة والنجاسة استثناء، الأمر الثاني النجاسة وصف شرعي، النجاسة وصف شرعي وهي غير القاذورات، أيضا النجاسة وجود حاجة اسمها نجاسة هو من قبيل الابتلاء، هو من قبيل الابتلاء. وبعد هذه المقدمات نقول لا ينبغي أن يكون البحث في موضوع النجاسات ميدانا للوسواس، الوسواس مطرود لأنه من مداخل الشيطان حتى يصرف المؤمن عن العبادة. فمش كل حاجة نجس 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 نجس، اشتريت ثوب جديد في نقل عن بعض الفقهاء الشافعي قال لك اغسله، ليش اغسله؟ لماذا اغسله؟ قال جاي من المصنع مغلف، قال احتمال لاجل ان نتاكد من طهارته لا نفتح الباب لمثل ذلك، هذا طاهر لانه كل ما في الارض الاصل فيه الطهارة، الاصل فيه الطهارة، مش الله خلقنا في ارض نجسة واباح لنا وفيها بعض الطهارات، لا، إنما الأرض طاهرة وفيها بعض النجاسات، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب الآن يعدد لنا أنواع النجاسات وهي تقريبا 15 نوعا عند الشافعية، فقال النجاسة طبعا انتبه معي في التعريف الاصطلاح اللغوي، النجاسة الشيء المستقذر كما ذكر لك في الحاشية رقم 3، لكن ليس المقصود هنا المعنى اللغوي، في معنى اصطلاحي كل ما وجب في الشرع تطهيره من القاذورات أو مما هو مستقذر، ففي الغالب النجاسات من المستقذرات لكن مش كل مستقذر هو نجاسة، كما قلنا كل نجاسة في الغالب نجدها مستقذر لكن مش كل شيء مستقذر يكون نجاسة. النجاسة هي البول 1، الغائط 2، القيء 3، الآن سنفصل بعد قليل، المذي 4، الودي 5، مني غير الآدمي 6، والدم 7، والقيح وماء القروح 8، والعلقة يعني اللي هي قبل المضغة.
في رحم الأنثى، نتكلم عن الإنسان، والميتة 10، والخمر والنبيذ 11، والكلب 12، والخنزير 13، وما تولد منهما وما توالد من أحدهما. الآن نحن نقرأ في صفحة 167، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، ولبن ما لا يؤكل لحمه كلبن القط مثلا، ورطوبة 15، ورطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة، وأخيرا وما تنجس بذلك، يعني أي ثوب أي عين وقع عليها شيء منها من النجاسات السابقة يصبح متنجسا وليس نجسا بذاته، يعني سجادة بال عليها صبي صارت السجادة متنجسة لما وقع عليها البول اللي هو أحد النجاسات. طيب الآن سنفصل، فأما البول فهو نجس، البول نجس، بول جميع الثدييات وغير الثدييات، كل كائن حي يبول فبوله إيش؟ نجس، إلا الحيوانات المأكولة اللحم فبولها ليس نجس لورود الدليل في ذلك، تمام؟ والبول حقيقة علم الطب يقول لنا البول هو عبارة عن فضلات يخرجها الجسم، يعني نسبة الماء في البول 96% و4% أملاح، وهذه الأملاح عبارة عن سموم تخرجها الكلية الجهاز البولي تطردها خارج الجسم، هذه عملية تنقية للدم، فهي فضلات يعني قمامة الدم، هي البول هو عبارة عن قمامة الدم علميا، تمام؟ فحق أن يكون نجسا. على أي حال الدليل قوله عليه الصلاة والسلام تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والحديث صحيح، تنزهوا تمام يعني تطهروا، فلا يكون الأمر بالتنزه من طهارة، تمام؟ فالبول ليس كالعرق، وتخيل معي لو كان العرق نجسا كان الإنسان كل يوم بده يغتسل 5 مرات قبل الصلاة لأجل أن يزيل عن جسمه النجاسة اللي هي العرق، والملابس اللي تكون عليه بده يضعها في الغسالة كل يوم 5 مرات قبل الصلوات الخمس لأنها متنجسة بالعرق، لكن الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، رغم أنه أيها الإخوة الأفاضل علماء الطب يقولوا تكوين العرق مشابه لتكوين البول، إلا أنه الأملاح فيه مخففة بنسبة 2% والماء 98%، أما البول الأملاح 4%، الأملاح اللي هي السموم، والماء 96%، فالبول نجس، الحديث تنزه واضح، كل بول لكل للآدمي ولغيره إلا مأكول اللحم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف للعرانيين شرب العلاج بشرب أبوال الإبل، بشرب أبوال الإبل، والإبل مأكول اللحم، وما نأكل لحمه حقيقة ما أباح الله تعالى أن نأكل لحمه من حيوانات نباتية مش آكلة لحوم، فتكوين لحمها يختلف عن تكوين لحم آكلة اللحوم، يعني لحم الهرة والقط مثل لحم الدجاج أو لحم العنز أو الخروف قطعا لا، تمام؟ هذا يقتات على الحبوب والأعشاب، وذاك يقتات على اللحوم. طيب اللحم يختلف والبول يختلف والغائط يختلف، وهذا واضح، فبول مأكول اللحم، بول مأكول اللحم ليس نجسا. ممكن تقول لي مستقذر، ما فيش مشكلة مستقذر، ما حدش قال لك ضحوا على تعطر به، تمام، لكن ليس نجسا، وقد صلى بعض الصحابة في أماكن وجود الغنم، تمام، وما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك بالسنة التقريرية، الغنم بيكون في الزريبة في روث
وفي بول، فمع ذلك هذا ليس نجسا، بتنظف عليه ماشي لكن ليس نجسا. طيب، وأما الغائط فهو نجس أيضا، الخارج من الدبر، غائط الإنسان وغائط كل الحيوانات إلا مأكولة اللحم. أما الغائط لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمذي والدم والقيء. هذا الحديث صريح في نجاسة هذه الأنواع، لكن للأسف هو حديث ضعيف. على أي حال، كما ذكر لنا المحقق في الحاشية رقم 2، بل إن الإمام الحافظ البيهقي قال لا أصل له، والإمام الدارقطني ضعفه. على أي حال، ثمة إجماع منعقد على نجاسة الغائط، غائط الآدمي وغائط غير مأكول اللحم، غائط الهر، غائط الأسد، غائط النمر، غائط الذئب، تمام، غائط الصقر، كل هذا الغائط المخارج من الدبر من الإنسان وغيره، هذا يعتبر من أنواع النجاسات بالإجماع، والإجماع له مستند، ولكن لا يضرنا جهل مستند الإجماع. أما الحديث هذا ليس حديثا صحيحا، ولا حتى من درجة الحسن. الحديث الصحيح والحسن تقوم به حجة ويستنبط منه الحكم، أما الحديث الضعيف فلا تقوم به حجة. لكن كون الحديث ضعيف هذا لا يعني أنه الحكم المبني على الحديث ليس صحيحا، إذ قد تكون هناك أدلة أخرى كما هو في مسألة الغائط أعزكم الله. طيب، أما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة، بقول الشافعية، يعني روث البهائم بكل أنواعها وغائط الطيور، ذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة، يعني غير الاستثناء اللي ذكرته أنا قبل قليل، إنه روث ما يؤكل لحمه طاهر وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طب لماذا؟ لأن الشافعي اعتمدوا على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة لأجل الاستنجاء، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنه ركس. وهذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، ركس يعني نجس. طيب، هذا الحديث صحيح لكنه يتعارض مع أحاديث أخرى أفادت طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه من إبل وغيره، تمام، كالغنم والإبل والبقر. فكيف التوفيق؟ التوفيق أنه هذه الروثة كانت لحيوان غير مأكول اللحم، كأن تكون روثة مثلا حيوان مفترس، أو روثة حصان عندما قالوا بحرمة أكل لحم الحصان، أو روثة حمار أعزكم الله من الحمير الأهلي، فهي مما يحرم أكله، لحم الحمار حرام يؤكل. فالقصد من ذلك أنه هذا التوفيق، هذه الروثة لحيوان غير مأكول اللحم اللي كانت في حديث واردة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما الأحاديث الأخرى تبقى على عمومها في أنه مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. ثم تأملوا معي الاحتراز عن بول وروث ما يؤكل لحمه قد يعصر، خاصة على الرعاة والذين يقومون على تربيتها في المزارع والزرائب وغيرها، تمام، وهي مأكولة اللحم، واللحامين اللي الجزار اللي بيذبح، والله أباح أكل لحم، بل خلقها مسخرة للإنسان لأجل أن يعني تكون سبب من أسبابه تقويه، إن كان استعمالها في الركوب أو يحمل عليها أو يأكل لحمها. وامتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه الأنعام في القرآن الكريم،
في آيات عدة. والألعام الأنعام يلحق بها كل حيوان جاز أكل لحمه، كالغزال مثلا أو الزرافة، هذه مأكول اللحم صحيح، لا ترب، ليست من الأنعام الأربعة، الأنعام الأربعة الإبل والغنم والبقر والعنز. فالتخفيف أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تطوف بالبيت على الجمل، تمام، وهذا مكان ينبغي صيانته عن النجاسات. فالجمل ممكن إيش؟ ممكن خلال المشي يتغوط، ما بيستأذن، تمام، يتغوط حول الكعبة، ما يقبل هذا. هذا المكان ينبغي أن يصان عن النجاسات. فكون أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف وهي على الجمل، الآن كل البطوف على العربيات بناء على هذا الإذن النبوي للسيدة أم سلمة بالطواف على الجمل. وقد يأتي يوم أيها الأحباب، وقد يأتي يوم يصبح السواد الأعظم من الطائفين على المتحرك، يعني على الطريقة التي طافت بها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كيف هذا الكلام؟ خليكم معنا يا شباب. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الاقتراحات الهندسية في تطوير المسجد الحرام ليستقبل أعداد أكبر بكثير من الطائفين من الحجاج والمعتمرين، عمل مطاف إلكتروني. كيف يعني؟ مطاف إلكتروني حديدي، تعرفون الحبل المتحرك الذي يوجد في المطارات، مش الدرج المتحرك، الحبل المتحرك، يضع المسافات الطويلة في المطار، يضع أمتعته عليه ويقف عليه ويمشي به في خط مستقيم حتى يعني لا يتعب المسافر في المطار في التنقل من مكان إلى آخر، من بوابة إلى أخرى، خاصة عند وجود الترانزيت وغيره. فمن الاقتراحات أنه يعمل مطاف عملاق حديدي بمثل هذا الشكل، يمكن أن يحمل في الساعة الواحدة أكثر من 1,000,000 طائف، لكن هو بيتحرك والإنسان والطائف يمشي عليه، الذي لا يستطيع يبقى واقف في مكانه أو جالس على كرسي أو على حتى على الأرض. فالمطاف الإلكتروني سيطوف به 7 أشواط حول الكعبة وهو جالس بدون عربيات، لا كهربائية ولا غير كهربائية. أما الذي القادر فإنه يمشي معه، مع الحبل هذا الذي يتحرك تحت رجليه، المطاف يدور وهو يدور أيضا، تمام، هذا القادر. الهدف من ذلك استيعاب عدد كبير جدا من الطائفين. هذا من المقترحات اللي ممكن تجد لها طريقها يوما ما إلى التنفيذ أمام تزايد أعداد الراغبين في أداء الحج والعمرة على مدار العام. المسلمون يزيدون، إن كان بالتوالد وإن كان باعتناق غير المسلمين للإسلام. ونحن نتكلم عن الحج، عن الركن الخامس، ليست قضية مندوبة أو مستحبة، إنما واجب، بل ركن من أركان الإسلام لمن استطاع عليه سبيل. فالشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة أن تطوف وهي على الجمل، تمام. فقد يأتي يوم يكون السواد الأعظم من الطائفين على طريقة أم سلمة، لما يكون جالس على هذا المطاف الإلكتروني المتحرك كما كجلوسه على الجمل والجمل يتحرك خلفه. لكن الذي نريد أن نستشهد على الحديث أو بالحديث عليه هنا
انه الجمل لما يطوف حول الكعبه وعليه ام سلمه 7 اشواط ممكن يخرج غائط، والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم ذلك، ممكن يتغوط خلال، لكن مع ذلك اذن لها. وهذا المكان ينبغي صيانته عن النجاسات، مطاف صحن الكعبه، المسجد الحرام. فلذلك علم ان هذا ليس نجسا، اللي هو روث الابل، والله اعلم. فاذا الغائط الانسان وكل الحيوانات نجس الا ما يؤكل لحمه فهو طاهر، البول بول الانسان وبول كل الحيوانات نجس الا ما يؤكل لحمه، والله اعلم. ثم حديث انه وصف النبي عليه الصلاه والسلام شرب ابوال الابل للعرانيين كعلاج، فلا يكون الإذن بشرب نجاسة، تمام، والله أعلم. الآن نأتي للقيء، وأما القيء فهو نجس لحديث عمار، ولأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجسا كالغائط. اسمعوا يا أحباب، القيء نجس عند المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. المالكية ميزوا، قال لك إذا كان تغير تماما وذهبت عنه صفة الطعام فهذا نجس، أما إذا كان لسه ظاهر أنه طعام غير مهضوم، يعني حديث عهد بالمعدة، فهذا ليس نجس. أما بقية الفقهاء لم يفرق، تمام. طيب، دليل على نجاسة القيء ما في إلا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وهو ضعيف. وهذا القياس الذي ذكره الشافعية وغير الشافعية قياس على الغائط، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. الفضلات الخارجة من الدبر أعزكم الله، الغائط هذه يعني أخذ طعام، أخذ منه كل الفوائد الغذائية، الأمعاء امتصت كل الفوائد الغذائية فأخرجت من الطعام ما لا نفع فيه فخرج على شكل غائط. أما نقول إنه والله القيء نجس لأنه كالغائط طعام وتغير، لا، يعني هذا قياس مع الفارق. مش ما الطعام اللي يفسد في المطبخ بسبب عدم تغطيته وحفظه في الثلاجة، أيام نسيناه وسافرنا رجعنا وجدنا ريحته نتنة ورائحته كريهة ومؤذي، تمام، لكن ليس نجسا. ما حدا قال أنه نجس من العلماء. فتيجي تقول القيء نجس لأنه دخل الجوف، تمام، فنقول وبالله التوفيق هو أمر مستقذر. لذلك عادة الإنسان بتقيأ إيه؟ في كيس، أو بروح الحمام لأنه يتقيأ في الحمام أعزكم الله، لأنه شيء مستقدر. لكن ليس كل قذارة نجاسة، ما القمامة قذارة، لكن القمامة مش بالضرورة تكون نجسة، بقايا الطعام وغيره، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم القيء يغلب الإنسان غالبا، القيء يغلب الإنسان غالبا ويخرج من الفم بينما الغائط يخرج من الدبر، ولا يغلب الإنسان، يعني الإنسان في الغالب يروح على الحمام يقضي حاجته بإخراج الغائط مرة واحدة في اليوم أو مرتين. القيء حالة مرضية في الغالب، تمام. على أي حال، قلة من العلماء القدامى والمعاصرين من قالوا بعدم نجاسة القيء، قيء الإنسان. لماذا؟ لأنه لا دليل على نجاسته، وليست كل قذارة نجاسة، فالمخاط قذر وليس نجسا، النخامة قذرة وليست نجسة، وليست نجاسة. الصملاخ الذي يتولد في الأذن قذارة لكنه ليس نجاسة، تمام.
طيب أنا ماذا أقول؟ أنا متوقف في المسجد، الله تعالى أعلم. هذا أمر تعم به البلوى، ومع ذلك ما وجدنا دليلا على نجاسته إلا هذا الحديث الضعيف وهذا القياس الضعيف أيضا بسبب أنه قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم. طيب نيجي الآن على صفحة 168 وأما المذي فهو نجس. ما هو المذي؟ طيب المذي سائل يخرج من الفرج من القبل عند المرأة وعند الرجل، سائل أبيض شفاف رقيق، وإن كان يختلف في تكوينه من عند الرجل عما هو عند المرأة، لكن للمرأة مذي وللرجل مذي، وهو يخرج عند مقدمات الجماع. وثبت علميا في علم الطب أنه هذا السائل فيه مادة تعقم تقتل أنواع معينة من الميكروبات والجراثيم الضارة التي قد تكون في مخرج البول. ما الحكمة من خلق هذا السائل؟ لأجل أن ينقي ويعقم القناة التي قد يخرج منها النطاف، أو تدخل منها النطاف لأجل أن يحصل الإلقاح. يعني عملية تعقيم طبيعية، سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين، عملية تعقيم طبيعية للمجرى حتى تخرج النطاف أو تدخل النطاف في مكان معقم. تمام، له فائدة علمية. وهذا السائل يخرج عند الملاعبة أو مقدمات الجماع إلى آخره. هذا السائل نجس باتفاق العلماء، لكن نجاسة مخففة، يعتبر نجاسة مخففة. لماذا؟ تأمل معي، كميته قليلة ويخرج والإنسان لابس ثيابه في الغالب، الإنسان لا يبول في ثوبه إلا إذا حالة مرضية. الوضع الطبيعي أن يبول في بيت الخلاء، لا يبول على الفراش إلا إذا كان طفل. تمام، وحالة مرضية تعتبر أيضا إذا بال في الليل، التبول الليلي حالة مرضية. الوضع الطبيعي البول فين؟ في بيت الخلاء، فيسهل الاستنجاء ويسهل الاحتراز. فبدك تطهر، تتطهر وتغسل وتستنجي تماما. لكن هذا المذي لا يستطيع أن يتحكم به الإنسان، ولا يستطيع أن يعرف أنه خرج أو ما خرج إلا بعد أن يخرج، وفي الغالب يقع على الثوب. تمام، فكان نجاسة مخففة. إيش المطلوب فيه في هذه النجاسة المخففة؟ يغسل الذكر، تغسل الفرج المرأة، ويرش الماء رشا على الثوب، الملابس الداخلية التي وقع عليه، يرش الماء رشا، هذا ما يسمى نضح الماء. هكذا تزال نجاسة المذي. طبعا هو من نواقض الوضوء، إذا صار مذي فقد انتقض الوضوء، كما قلنا القاعدة لما تكلمنا عن أحكام الوضوء، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلا رطوبة الفرج كما سيأتي بيانه بعد قليل. فنجاسة مخففة تغسل الذكر في بيت الخلاء، لما يعرف انه حصل معه نجاسة، خرج منه مذي، لما تعرف انه خرج منها مذي فيذهب المسلم الى الخلاء ويغسل الذكر، تغسل القبل، ثم ترش الماء رشا، اي رش الماء رشا على مكان وقوع المذي على الملابس الداخلية. تمام، طيب الدليل على انه المذي نجس لما روي في الحديث الصحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني يخرج مني المذي كثيرا، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة.
ما دل ذلك على أن خروج المذي من نواقض الوضوء والواجب غسل الذكر ولو كان بعد خروج المذي. ولو كان غسل الذكر غير واجب كان المذي طاهرا مش نجاسة، لكن الأمر بالغسل دليل على أنه نجاسة، دليل على أنه نجاسة، واضح كيف؟ بخلاف المني كما سيأتي بيانه، أمرها بفك بفركه بقرصه، غسل يعني نجاسة، لا أمر في الشرع الشريف لغسل طاهر، إنما لما يأمر الشرع الشريف بالغسل فذلك يعني أن المغسول نجاسة أو وقعت عليه نجاسة. تمام. طبعا ذكر أنه لأنه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول، يعني قياسه على البول، لكن هذا القياس غير سديد، هذا المخرج ممكن يخرج منه نجس ممكن نجاسة، ممكن تخرج منه أمر طاهر كالمني، مني الرجل طاهر كما سيأتي بيان، رطوبة الفرج عند المرأة طاهرة كما سيأتي بيان، خلافا لما قرر الشافعي. فمش لأنه المخرج مخرج يخرج منه بول فصار كل حاجة تخرج يعني نجاسة، لو كان الأمر كذلك كان المني نجسا إذ يخرج من نفس مخرج البول، وقد علمنا طهارة المني فبالتالي لا يكون كل خارج النجس، البول نجس والمذي نجس للنص مش للقياس، قال له اغسل. تمام. طبعا الرجل مذاء كثير المذي، وهذا السؤال يسأله سيدنا علي بن أبي طالب وهو في شبابه في ريعان شبابه، وفي رواية أنه أمر رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ استحى من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه زوج بنته، فاستحى أن يسأل، قل له يعني يخرج مني مذي كثير. تمام. شاب في ريعان شبابه، فالرجل الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السؤال فأجابه وبين له الحكم. وهذا هذه الحالة رجل مذاء مش تختلف عن مرض السيلان، مرض السيلان، مرض السيلان يعتبر من الأمراض الجنسية المعدية، وهو يعني التهاب حاد في الإحليم، السائل الذي يخرج هو مذي مع التهاب مع أثر التهاب، يعني هو مذي في وصفه وشكله مضاف إليه آثار الالتهاب ونواتج الالتهاب الحاد الحاصل بسبب هذا المرض اللي هو مرض السيلان. لكن مرض السيلان كما قلنا ممكن نتعامل معه على أنه مذي سلس مذي، ويأخذ حكم سلس البول الذي بيناه في المحاضرة الماضية. طيب ماذا عن الودي؟ ما زلنا نقرأ فيها على صفحة 168. الودي نجس، الودي نجس، لماذا الودي نجسا وليس نجاسة مخففة؟ انتبهوا، المذي نجاسة مخففة بالنظر إلى طريقة تطهيره، يرش الماء رشا، أما الودي فليس نجاسة مخففة كالبول. ما هو البدي؟ الودي سائل يميل إلى الخضرة غليظ، شكله يشبه المني لكن يميل إلى الخضرة، وتفرز غدة عند الرجال غدة البروتستات، لا علاقة له لا بالشهوة ولا بمقدمات النزاع الجماع عفوا ولا غيره. هذا السائل يخرج في الغالب عند التغوط، وتحديدا عند زيادة أو وفرة إنتاج الخصيتين من النطاف، يعني كأنه علامة على سلامة الجهاز التناسلي عند الرجل. كيف؟ ما هذه الجسم، هذا جسم الإنسان، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي أنفسهم أفلا يبصرون، آيات عظيمة، تبارك الله أحسن الخالقين. كيف ارتفاع الحرارة علامة على الالتهاب في حالة مرضية في الجسم، حمى. فالجسم هذا جسم الإنسان فيه من العجائب والغرائب والآيات الشيء الكثير الكثير الكثير،
فسبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين جل في علاه. فالودي هذا من خروجه عند التغوط أحيانا دليل على وفرة الإنتاج، إنتاج الخصيتين من النطاف، وعلى سلامة الجهاز التناسلي عند الإنسان. وهو يخرج مع البول في لزوجة، يميل الخضرة غليظ ويخرج بكميات قليلة وليس دفقا كالمني، وإن كان يشبه المني. وبعض أحد الناس تكرر هذا الأمر، مش واحد واثنين، سألوني كثيرا عن الودي، كانوا يغتسلون منه يظنون أنه مني. فسبحان الله، الإنسان لما يجهل يعلم، يسأل ليعلم، يسأل ليتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد كان يغتسل كل يوم تقريبا غسل الجنابة ظنا منه أن الودي هذا مني، هذا لا يخرج بدفق ولا يخرج بشهوة ولا علاقة له بالشهوة، إنما يخرج من غدة البروتستات مش من الخصيتين. وهذا نتيجة وفرة إنتاج الخصيتين وسلامة جهاز التناسل. فهو يخرج في حالة التغوط، ولذلك التطهر منه وغسله والاستنجاء أمر سهل، لأنه الإنسان يتغوط إما في البيت الخلاء أو في البر، يعني في مكان مهيأ لقضاء الحاجة، له لابس ملابس ولم يحزنون، فلا يقع الوديع على الملابس لأنه لا يخرج إلا عند التغوط في الغالب، فهو نجاسة. تمام. هو الدليل على نجاسته حقيقة الإجماع، الإجماع طبعا هنا قاسه على البول، قال لك لأنه يخرج من نفس مخرجه، لكن القياس على البول يكون قياس مع الفارق، إذا ما علمنا أن المني يخرج من نفس المخرج والمني طاهر، لكن الودي نجس بالإجماع، وهو ليس نجاسة مخففة، نجاسة توجب الغسل وخروج ينقض الوضوء من نواقض الوضوء، وهو لا يخرج ابتداء إنما يسبقه البول، ويكون في الغالب مع التغوط، يعني بطبيعة الحال الإنسان مستنجي تمام، بطبيعة الحال سيغسل لأجل أن يتطهر لأجل أن يصلي. فلو قلنا بطهارته أو بنجاسته من حيث النتيجة والواقع فعليا عند معظم الناس الأمر واحد، لأنه هذا يخرج مع البول عند التغوط، قبل البول أو بعده، وأحيانا وليس دائما. فبطبيعة الحال في عندك عملية استنجاء ستكون، لأنه هذا كما قلنا مع البول أو بعده أو قبله عند التغوط. طيب، أما مني الآدمي فهو طاهر، مني الآدمي طاهر. تمام. لما روت السيدة عائشة في الحديث الصحيح أن كانت تحث المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ولو كان نجسا لمن عقدت معه الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل وفي على أثر مني على ثوبه، فالسيدة عائشة كانت تقرص ذلك الأثر، وأيضا في روايات أخرى تدل أنه كان يأمرها بأن يكفيك أن تقرصيه، بمعنى الحديث بتسأله مبدأ تغسل أثواب النبي عليه الصلاة والسلام، والمني قد يقع على الثوب أو على بعضه، ملابس داخلية أو غيره، فماذا نفعل في حالة الاحتلام؟ كل المني يكون في الملابس الداخلية، كل المني يقع في الثوب، ماذا نفعل؟ قال اقرصيه، حكيه، والنجاسة لا تحك إنما تغسل. فدل ذلك دلالة واضحة على أنه هذا مش نجاسة، وهذا الوضع الطبيعي، لأنه هو منه يتكون الإنسان، والإنسان مخلوق مكرم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش ولقد كرمنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكل ذرية آدم مشمولة بهذا التكريم، فكيف يكون الإنسان مخلوق مكرم وأصله من نجاسة؟ فالمني ليس نجاسة، فهو أصل خلق الإنسان، والإنسان كائن مكرم، الإنسان كائن مكرم، بالإضافة لهذا الحديث أنه الحك
طب ليش تحك؟ لأجل أن تنظف الثوب، يعني أمر، يعني بقاء المني ليس لائقا، ليس مناسبا، ممكن الناس تستقذر، لكن هو مش نجس، لو كان نجسا لأمر بغسل، لأمرها بغسله عليه الصلاة والسلام، كما الحال مع البول، كما الحال مع الودي، كما الحال مع المذي. تمام. طيب، والله تعالى أعلم. طيب، ماذا عن مني غير الآدمي؟ مني غير الآدمي يعني الحيوانات الثانية، مني غير الآدمي. طبعا ممكن تكون حيوانات مأكولة اللحم، ممكن تكون حيوانات غير مأكولة اللحم، ممكن ونباتية كالحمار أعزكم الله، ممكن تكون حيوانات من سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب، ممكن تكون من الحيوانات النجسة كالكلب والخنزير. فما الحكم بمنيها؟ رب سائل يسأل يقول طب إيش، إيش الحالة هذه التي سيقع فيها مني ذلك الحيوان على ثوب الإنسان، على ثوب الإنسان؟ نقول الجواب ممكن يكون الحالات نادرة جدا للعمال الذين يعملون في المزارع والزرائب ويشرفون على عملية التلقيح التي تكون بين الحيوانات لأجل التوالد، والراعي كذلك، فممكن يقع شيء من مني ذلك الحيوان على ثوب ذلك العامل أو المزارع أو الراعي بشكل أو بآخر. هذا المني طاهر ولا نجاسة؟ طيب، في هذا الموضوع ثلاثة، في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية، يعني ثلاثة اجتهادات عند علماء الشافعية. الاجتهاد الأول أن الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير، كل مني الحيوانات، ما كل لحم غير ما كل لحم كلها ليست نجسة إلا مني الكلب والخنزير، لأن الكلب بحد ذاته نجاسة والخنزير بحد ذاته نجاسة، فلا يكون لحمه نجس وهو المتولد منه طاهر. هذا الاجتهاد الأول، لأنه خارج من حيوان طاهر، يعني مني الحمار، مني الثور، مني الحصان، هذا الحصان حيوان طاهر مش نجاسة. الحصان، الثور، البقر، الغنم، الزرافة، هذه ليست نجاسة بحد ذاتها بأعيانه، طاهرة حيوانات بغض النظر مأكولة غير مأكولة، لكن طاهرة. تمام. الهرة طاهرة وإن كان لا يؤكل لحمها لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه، فيخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض. يعني أليس البقر طاهر؟ الحيوان البقر والثور طاهر، طاهر أصله من منيه، مني الثور، فكيف يكون الحيوان طاهر وأصله نجس؟ تمام. طيب، مني الحصان، الحصان طاهر ولا نجس كحيوان؟ طاهر. إذا وضعت يدي مبلولة على ظهر حصان تنجست؟ لا طبعا، فمني الحصان طاهر لأنه الحيوان يتولد من مني والحيوان هذا طاهر، فالمني يكون طاهر أيضا. يعني الرأي الأول جعل مني الحيوانات مثل مني الآدمي، والله تعالى أعلم، باستثناء الكلب والخنزير لوجودي، لأنه هذه الكلب والخنزير نجسة بحد ذاتها. طيب، والاجتهاد الثاني، طبعا هذا الاجتهاد الأول هو المعتمد في الفتوى عند الشافعي كما ذكرنا في الحاشية في رقم 5، حاشية صفحة 168، الحاشية رقم 5. هذا الوجه هو الأصح في المذهب وهو المفتى به. تمام. إنه كل مني الحيوانات طاهر باستثناء مني الكلب والخنزير. الاجتهاد الثاني أن الجميع نجس،
لأنه من فضول الطعام المتحول أو المستحيل، وإنما حكم بطهارتهم الآدمي لحرمة وكرمته، كما أحل لبنه مع كونه لا يؤكل لحرمته وكرامته، وهذا لا يوجد في غيره. نحن الآن نقرأ فيه على صفحة 169. هذا تعليل عقلي، ما فيش دليل نصي. قال لك هذا من فضولي، من نتائج الطعام، تمام، فكان كالغائط وكالبول. إذا قلنا أنه بول وغائط ما يؤكل لحمه نجس، فالمني نجس. طيب ما لا يؤكل لحمه كالحمار والحصان، عند الشافعي يؤكل الحصان، كالأسد والنمر والضبع ما لا يؤكل لحمه، قال لك هذا يأكل كيف يا أخ؟ كيف يا أخ أسامة أجعلك كوست؟ الطريقة ممكن تخبرنا؟ ممكن يوجد زر في الاسم يا شيخ، عند اسمي. طيب عند الاسم، جزاكم الله خير. الآن أنت هوست، كيف؟ نعم نعم جزاكم الله خير. وإياكم، القيادة عندك يا أسامة، أنت الآن الإمام. حياكم الله شيخنا. ونحن لك تبع، والهوست هذا معناه الإمام. جزاكم الله خير شيخنا، بل أنتم شيخنا. حياكم الله. طيب، فهذا القول الثاني بيقول لك الجميع نجس، جميع مني الحيوانات نجس، لأنه هذا نتيجة الطعام، فطعام متحول، كما يتحول الطعام إلى غائط، كما يتحول الشراب إلى بول، فكذلك الطعام يتحول إلى مني. فهذا الرأي اعتمد على أنه فضول الطعام المتحول، تمام، يعتبر نجاسة فيما يخرج من الجسم، لكن هذا تعليل ضعيف، تعليل ضعيف. نأتي للقول الثالث، الاجتهاد الثالث، مش أقوال، أقوال الإمام، هذه أوجه اجتهادات للشافعية، هي على صفحة 169. والثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه. لبن ما لا يؤكل لحمه نجس، تمام، متولد عنه. أنا أستحسن الاجتهاد الثاني، والله تعالى أعلم. المعتمد عند الشافعية أنه مني كل الحيوانات مثل مني الإنسان طاهر، إلا الحيوانات النجسة بأعيانها، وهي الكلب والخنزير فقط، فمني الكلب نجس ومني الخنزير نجس، هذا المعتمد عند الشافعية. الذي أراه أنا الرأي الثالث، والله أعلم، أن ما يؤكل لحمه منيه طاهر كلبنه، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه. أيضا لبن الأسد نجاسة، لبن النمر نجاسة، لبن الحمار نجاسة، على هذا الرأي الثالث، فكذلك مني تلك الحيوانات، والله تعالى أعلم. الآن في بعض الشركات الأجنبية في الدنمارك أظن أو غيره بتعمل جبنة ولبن وحليب مبستر من لبن الحمار، هذا لا يجوز، لأن الحمار، الحمر الأهلية، لا يجوز أكل لحمه، فلا يحرم الله أكل اللحم حيوان ويبيح لبنه، فينبغي التنبيه على الأقليات المسلمة التي تعيش في تلك البلاد التي راج فيها الحليب ومشتقات الحليب من حليب الحمار. وهذا ليس ببعيد عن أهل تلك البلاد، حيث أنهم يعني يأكلون الخنزير، لحم الخنزير أعزكم الله، كما تعلمون، في أوروبا تحديدا. في بلاد العرب يا شباب، في بلاد العرب الأولوية في اللحم، ما بيجوز، نجاسة، لبن الحمار نجس، لا يؤكل لحمها، والله أعلم. طيب
الحيوان نفسه طاهر لكن ما يخرج منه نجس إلا ما دل عليه الدليل في هذه الحالة يعني. طيب الآن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقول لا، ببلاد العرب اللحم الذي يؤكل الأولوية في بلاد الشام، في بلاد الشام لحم الغنم ثم والعنز ثم البقر ثم الإبل. في أرض الجزيرة لحم الإبل أولا ثم الغنم ثم البقر. في وادي النيل لحم البقر والجاموس أولا ثم لحم الغنم ثم لحم الإبل ثالثا. هذه أعراف تختلف من مكان لآخر في أذواق الناس وطبائعهم وما يأكلون وما يشربون، تمام، ما فيش مشكلة. هذه كلها مما أباح الله عز وجل. لكن الخنزير نجده في أوروبا وأمريكا رقم واحد في اللحم المأكول، الأولوية عندهم لحم الخنزير، ثم في بعض البلاد لحم البقر ثم لحم الغنم، وفي بعض البلاد لحم الغنم ثم لحم البقر، وما يأكلون الإبل إلا قليلا أو نادرا. طيب أما الدم، الآن عم نتكلم عن دم آدم، أما الدم فهو نجس لحديث عمار، وفي دم السمك وجهان، أحدهما أنه نجس كغيره وهذا هو الأصح في المذهب، والثاني أنه طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه. ماذا عن الدم؟ الدم عند الشافعية نجس، الدم عند الشافعية نجس، دم الإنسان نجس. والصحيح أيها الأحباب أن الدم النجس هو الدم الخارج من أحد السبيلين، دم الحيض والنفاس والدم الخارج في مرض الباسور والناسور، والدم الخارج في حالة وجود التهاب أو جرح في الإحليل في القبل، والله تعالى أعلم. وكذلك دم الاستحاضة. أما الدم الذي يجري في العروق فليس نجسا، غالب جسم الإنسان دم، والإنسان مخلوق مكرم ولقد كرمنا بني آدم، فلا يكون أصله نجسا ألا وهو المني، ولا جسمه نجس. النجاسة بول غائط، الغائط في آخر الأمعاء الغليظة، والبول في المثانة مفصول عن الجسم، بعد خروج البول من الكليتين يتجمع في المثانة. فتأمل في خلق الله عز وجل، فصل البول عن بقية أعضاء الإنسان، البول نجس والغائط نجس لكن مفصول، أما الدم في كل مكان، فكيف يكون الدم نجسا والإنسان طاهرا؟ كيف يكون الدم نجسا والإنسان طاهرا؟ أو لنقل كيف يكون الإنسان طاهرا وكل ما يجري في عروقه نجاسة كأنه بول؟ إذا قلنا بنجاسة الدم يعني كأنه كالبول، تخيل البول يجري في عروق الإنسان، ما تستقيم طهارة الإنسان وكرامته مع القول بنجاسة دمه والدم يجري في كل عروقه. ثم عندنا دليل نصي في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، الصحابي اللي كان يصلي قيام الليل ويحرس عسكر المسلمين، باغته واحد من الكفار ورماه بسهم تلو الآخر، فتدرج الدم منه، خرج دم غزير منه ملأ ثوبه، وأبى أن يقطع صلاته، لكن لما خاف أنه يعني يدخل الكفار على المسلمين بسبب أنه بيصلي وما نبه المسلمين ومهمته يحرس، لكن وجد وقتا في الحراسة فقام يصلي رضي الله تعالى عنه، فاختصر في صلاته وسلم ويعني أتم، لكن أتمها وأوقظ أيقظ المسلمين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الجيش ورأى ما رأى، ما أنبه ما عاتبه وما أنكر عليه، قالوا أنت قاعد تصلي وثوبك كله دم وثوبك كله نجاسة وصلاتك باطلة ووضوءك انتقض،
ما قال شيء من هذا القبيل، لا قليلا ولا كثيرا. فعلم بالسنة التقريرية أنه الدم طاهر، وخروج الدم لا ينقض الوضوء، فوضوء ذلك الصحابي كان صحيحا مستمرا باقيا، وصلاته صحيحة، بل هو كان مضحيا في سبيل، كاد يموت شهيد. فلذلك لا يكون الدم نجسا. الآن الدم الخارج من السبيلين هذا ورد فيه نص عن المحيط، فإنه الآية تقول تأمر باجتنابه وتقول أنه رجس، وعفوا نقول أنه أذى. يسألك عن المحيط قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيط، وهو دم متخثر، تمام. ودم الباسور والناسور أيضا دم جراح في مخرج النجس، ما فيش حاجة تخرج طاهرة من الدبر. من القبل في حاجة تخرج طاهرة، المني عند الرجل ورطوبة الفرج عند المرأة، والله أعلم. فلذلك أنا مع القائلين بطهارة دم الإنسان، بطهارة دم الإنسان. أما الحيوانات ما قلت، اللحم الدم المهراق هو النجس، الدم المهراق. أما الدم الباقي في العروق طاهر، الدم المسفوح يعني هو النجاسة، أما المتبقي في العروق فهو طاهر. ولو كان الدم المتبقي في العروق نجساً لكان اللحم نجس، معناه اللحم المشتريه من السوق، لحم الماعز والضأن والخروف والإبل والبقر كله نجس، في دم لأنه، لكن ليس الدم نجساً في مأكول اللحم، وليس الدم نجساً في الإنسان. ممكن تمام، لأنه مخلوق مكرم. ممكن نقبل الحديث عن نجاسة الدم في الحيوانات غير مأكولة اللحم، يعني الكلام قد يكون محتمل. لكن الحيوانات التي أذن الله تعالى بأكل لحمها وسخرها للإنسان لا يكون دمها نجسا إلا ما خرج من العروق عند ذبحها المسفوح، للنص في ذلك. ودم الإنسان من باب أولى أنه ليس نجسا، والإنسان مخلوق مكرم، والنص الذي ورد في قصة ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه. طيب، أما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى نتن، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى. وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح، وإن لم تكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن. نقول وبالله التوفيق، القيح أمر مستقذر لكن ليس نجاسة، ما في دليل على نجاسته، ما في دليل على نجاسة القيح وماء القروح. بتقول لي شيء مستقذر بعالجه، بحط عليه معقم، بحط عليه لفافة، ما قلناش حاجة. المخاط مستقذر، النخامة مستقذرة، لكن ما حدا قال بنجاستها. ليش ملاحق الدمامل والقروح؟ لأجل أن تقول وتفتي الناس بنجاسة ما خرج منها، قال لأنها أصلها دم تحول والدم نجس. مين قال لك الدم نجس؟ النقطة التي انطلقت منها غير مسلمة، دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من أحد السبيلين، والقيح هذا متولد عن الدم فهو طاهر، ينظف يغسل نظافة لكن مش نجاسة، والله أعلم، والله أعلم. العلقة، المني قلنا طاهر، طيب العلقة التي تكون بعد النطفة من مراحل تكون الجنين، لماذا نسأل هذا السؤال؟ افرض امرأة أسقطت الجنين في مرحلة العلقة، فهل هذا الخارج منها العلقة هذه نجاسة؟ في اجتهادات عند الشافعي وجهان، منهم من قال هي نجسة لأنه دم خرج من مخرج من القبل فأشبه الحيض، والاجتهاد الثاني أنها
أي العلقة طاهرة، لأنه دم غير مسفوح فهو كالكبد والطحال. والرأي الثاني هو المعتمد في الفتوى عند الشافعية وهو الأصح وهو ما أرجحه أنا أيضا، هذه العلقة كالكبد والطحال. الكبد نجس؟ لا، هو دم متجمع. الطحال نجس؟ لا، بدليل أنه يؤكل. طحال الإبل والبقر والغنم والعنز يؤكل، تمام. فالعلقة هذه صحيح هي دم، لكن هذه أول حاجة تخلق منها الإنسان، فالإنسان لا يتخلق في أي مرحلة من مراحل تطوره حال كونه جنينا لا يتخلق من نجاسة، لأنه مخلوق مكرم، فأصله مني النطفة، هذه طاهرة. طيب لما تصبح علقة طاهرة كذلك، قال لك ما هي دم، مش كل دم نجس، استثناء النجس الدم، دم الحيض والنفاس والخارج مع الباسور والناس. الطحال دم لكن يجوز أكله وليس نجسا، بتكلم عن طحال الإبل والبقر والغنم والعنز، وكذلك كبد البقر والعنز والإبل دم لكن يجوز أكله فليس نجسا. يعني النقطة التي انطلق منها أنه الدم نجس بالتالي هذا دم، لا، ليس كذلك. فالعلقة ليست نجسة، كما أنه المني ليس نجسا، فالإنسان يتخلق من كل هنا. ممكن واحد يقول طب أنت بتتكلم عن علقة أجهضت فلما خرجت من أحد السبيلين أصبحت نجسة. انتبه، نحن ممكن نتعامل مع هذه العلقة في خارج رحم المرأة في حالة أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي، ممكن يصل الطبيب في المختبر إلى مرحلة العلقة ثم يزرعها في رحم الأم، فبالتالي لما يتعامل مع هذه العلقة بيكون يتعامل مع شيء نجس؟ الجواب لا، ليس نجسا. إن خرجت من القبل لا تكون نجسا، لكن ما بعدها من دم يخرج، ما قبلها من دم استحاضة يخرج، هذا نجس. لكن هي نفسها العلقة هذه المتخلقة ليست نجاسة، فمنها يتخلق الإنسان، والإنسان كائن مكرم، ولا يكون المكرم نجسا. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والله تعالى أعلم. طيب في أي سؤال؟ كلامي أكرم تبادل خمس. ممكن أغلق الميكروفون يا شباب؟ طيب نقول بالله التوفيق. انتبهوا معنا أيها الأحباب، يعني لماذا هذا اللي أطلت أنا في هذا الدرس؟ في استدراكات واضحة على الشافعي، في استدراكات واضحة. طب انت تقول انك شافعي، انا اتشرف بالانتساب لمذهب الامام المجدد محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى، لكن الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى ربى تلاميذه على الاجتهاد في حلقة درسه، ووضع لهم قواعد استنباطية ذهبية بثها في كتابه الرسالة، أول مصنف في علم أصول الفقه، منها على سبيل المثال الحصر إذا صح الحديث فهو مذهبي. عشان كده الإمام المزني خالف شيخ الشافعي في كثير من المسائل. يعني أنا مثل المزني؟ لا طبعا. يعني أنا مجتهد؟ لا طبعا. لكن لنقل أننا نحبو في العلم من قبيل مجتهد المسائل. فكلام الشافعية على الرأس والعين، لكن الأصل الطهارة. ما خلقنا الله تعالى في الحياة الدنيا في أرض نجسة وما عليها نجس وما في بطنها نجس، لا، الأصل الطهارة، تمام. والله تعالى أعلم. نفتح صفحة 170.
صفحة 170. ماذا عن الميتة؟ الميتة، الميتة نجاسة، إلا السمك والجراد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن إحنا قد تعف نفسك، نعم نجاسة، انتبهوا. سؤال عن الدم الخارج عند الجماع، إذا حصل شيء من هذا القبيل خاصة، يعني إذا كانت العروس بكرا، فهذا الدم مدام خارج من السبيلين يكون نجاسة. نبقى مع القاعدة، كل خارج من السبيلين نجاسة، من دم أو بول أو غائط أو مذي أو ودي، إلا مني الرجل ورطوبة الفرج عند المرأة. الآن العلقة، قلنا هذه العلقة هذه أصل الإنسان، والأصل ألا تنزل، ألا تخرج من المرأة، إلا إيش؟ إلا جنين مكتمل طفل عند الولادة بعد 9 أشهر. لكن لو حصل إسقاط، هذه بحد ذاتها العلقة لا تعتبر نجاسة، لأنها كالمني. مش قلنا المني طاهر لأنه منه أصل الإنسان؟ يعني لما كان الإنسان نطفة كان طاهرا، لما أصبح علقة أصبح نجسا، ثم عاد لما صار مضغة صار طاهرا، ثم لا، الإنسان من أوله إلى آخره، بل حتى بعد مماته لا ينجس، ليس نجاسة، من أن كان نطفة إلى أن يصبح تربة، تراب تحت التراب، ليس نجاسة كما سيأتي الآن. الآن الميتة، أي ميتة تعتبر نجاسة، إلا السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان، ميتة وحلال. ليش؟ لأنه الميتة لا تؤكل وهي نجاسة، تمام. إلا طبعا الحيوان المأكول اللحم المذكى ليس نجسا، مش ميتة. لما بذبح الخروف الميت هذا لا يسمى ميتة في ميزان الشرع الشريف، يسمى حيوان مذكى. لكن لو مات بمرض في الزريبة في المزرعة قبل أن أدركه بالذبح، فأصبح ميتة لا يؤكل وأصبح نجسا. واضح؟ إذن السبيل لتطهير هذا الحيوان، أو بمعنى حتى نأكل لحمه ولا يكون ميتة، السبيل أن يذكى الذكاء الشرعية، يذبح، تمام. الآن ميتة غير مأكول اللحم نجسة بكل حال، تمام، نجسة بكل حال، لا يجوز أكلها، إذا لا يجوز أكله حي يعني، إذا ولا يجوز تذكيته ولا أكل ميتته فهي نجسة. الميتة نجسة، إلا ميتة الإنسان الآدمي ليست نجسة، ميتة السمك والجراد والحيوان المأكول اللحم عند تذكيته لا يسمى ميتة، مش منقول لا يعتبر ميتة أو ميتة ليست حراما، لا، ميتة حرام. ممكن يكون ميت بمرض بوباء، ممكن يكون ميت بوباء بمرض، في واحد يوم من الأيام استيقظ ووجد القطيع كله، قطيع الغنم، مسطح على أرض الصحراء، أرض المرعى، مئات الرؤوس، جاء وباء أو كان صقيع في تلك الليلة، ما عملوا دفايات بالشكل، ما أدري التفصيل، لكن مئات الرؤوس نايمة على الأرض ميتة، هذه لا يجوز أكلها وتعتبر نجاسة، تمام. أما الحيوان المذكى لا يسمى ميتة، لا يسمى ميتة. إذن الأصل في الميتة إيش؟ إنها نجاسة، إلا السمك والجراد وميتة الآدمي والحيوان مأكول اللحم بعد تذكيته. طيب سؤال،
المرأة ممكن تحترم قبل الزواج أو بعده، لكن الاحتلام عند النساء أقل كنسبة حدوث، وبالذات قبل الزواج، لكن يحصل. تمام. الآن يخرج منها سائل، وهذا الاحتلام يوجب غسلا، ويخرج بدفق. تمام. يخرج بدفق ومع شهوة، تماما كما يحصل في الاحتلام، لكن لأنه قليل نسبيا وليس متميزا كما يحصل عند الرجل، لم يعتبر هو علامة البلوغ. علامة البلوغ الظاهرة عند المرأة إيش؟ الحيض، بينما علامة البلوغ عند الرجل الاحتلام، العلامة الأظهر. نقول في علامة أخرى يعني ظهور الشعر تحت الإبطين وعند في منطقة العانة أعزكم الله، هذه من علامات البلوغ عند الجنسين، لكن الأظهر عند النساء الحيض، والأظهر عند الرجال الاحتلام. ممكن في نساء تعيش وتموت ولا يحصل عندها احتلام، نقول لم تبلغ، مرفوع عنها القلم؟ لا طبعا. جعل الشارع الشريف، الشرع الشريف، علامة ظاهرة بينة لموضوع البلوغ، ألا وهو الحيض، القدرة على التناسل، القدرة على التناسل. تمام. فما دام في حيض يعني في إباضة، في إباضة معناته ممكن يحصل حمل، وعند الرجل ما دام في احتلام معناته الخصتين بدأت بصناعة إيش؟ النطاف، معناته يمكن يتزوج وينجب. فإذا القدرة على التناسل هي ضابط البلوغ وضابط جريان القلم على الإنسان، ما قبل ذلك ما في سيئات. تمام. الآن بدك تأخذ بعين، يعني هذا استطراد خارج عن الدرس بسبب سؤال الأخت، بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه البلوغ حقيقة عند المرأة كان قبيل الحيض مش مع الحيض، يعني أول حيض جاءها يوم الخميس مثلا، هي ما بلغت يوم الخميس، بلغت ربما من الأسبوع اللي قبله. ليه؟ لأنه الحيض لا يكون إلا نتيجة تسلخ جدار الرحم بعد نزول البويضة بفترة، فنزلت من مبيضها بويضة قابلة للإلقاح ومكثت في الرحم ثم خرجت ثم تسلخ جدار الرحم ثم كان الحيض الأول، فهذا يعني أنها بلغت قبل حيضها بأسبوع أو بعشرة أيام قبل حيضها الأول. ولذلك قال لك علموهم الصلاة من 7 واضربوهم من 10، ما تخليهوش لسن البلوغ عشان يبدأ يصلي، لأنه فعليا وبلغ قبل العلامة الأظهر بقليل، فليش يبدأ يصلي مع علامة البلوغ؟ لا، مع قبلها، حتى ما يكون تارك للصلاة وهو يجري عليه القلم ولو شيئا يسيرا، ذكرا كان أو أنثى. ونفس الشيء في الذكر عندما يحتلم الاحتلام الأول، هذا يكون العلامة الأظهر على بلوغه. فرض الاحتلام الأول كان في ليل الخميس، هل معنى ذلك أنه بلغ في ليل الخميس؟ لا، بلغ قبل أسبوع أو أسبوعين، عندما بلغ نمو الخصيتين مبلغ اللي تستطيع أن تصنع النطاف، فصنعت النطاف وفاضت النطاف فأخرجها الجسم في هذه العملية البيولوجية الدقيقة التي تسمى الاحتلام، أخرج الفائض. فمعناته مش بلغ ليلة الخميس، يعني ما كمال أصبح قادرا على التناسل ككائن بشري قبل هذا التاريخ بأسبوع أو 10 أيام على الأقل. فعشان كده قال لك علموهم من 7 واضربوهم من 10. في ناس ما تعلم أبنائها لا من 7 ولا من 10. فتجده يبلغ 30 سنة ولا يعرف يصلي، لأنه لم يعلم الصلاة. في واحد أخبرني هو بنفسه اهتدى هداية متأخرة نسبيا وصار يصلي، عرف أنه ذكرناها في درس سابق فيما أظن، عرف أن من نواقض الوضوء خروج الريح وعمره 36 سنة،
وكان له يصلي تقريبا 10 سنوات، ما كان يعلم انه نواقض الوضوء منها خروج الريح. كنت اظن البول والغائط فقط. سمع ذلك في درس فقهي في المسجد، كان الامام يدرس مجموعه من الطلاب الاطفال احكام الوضوء، ودخل هو الى صلاه العصر متاخر، فادرك الامام مسبوق في الركعه الاخيره. خلص الامام الصلاه وبدا الدرس وهو ما زال يصلي. بتكلم الامام في الدرس عن احكام الوضوء، عن نواقض الوضوء، ذكر الريح، فهو يسمع في صلاه الريح. ايش الريح؟ قال لي بكل طولت في صلاتي في ركوعي وفي سجودي كثيرا فيما تبقى حتى اسمع الدرس كاملا، لاني مستحي اجلس مع الاطفال، لاني انصدمت لما عرفت انه الريح هو خروج الريح الذي يخرج من الدبر. تمام. وهذا الفساء والضراط وغيره الى اخره، له تسميات متعدده في لغه العرب، وهذا من نواقض الوضوء. ما كانش يعلم. راح هذاك اليوم اشترى كتاب فقه السنه المجلد الاول عن احكام الطهاره والصلاه، قراه في ليله واحده، قال لي مكثت عليه بعد العشاء وانتهيت منه في صلاه الضحى عشان يتعلم، لانه استحى يسال الشيخ عمره 36 سنه. الله عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هل ينطبق هذا على حجاب البنت التي بلغت يجب عليها؟ طبعا جريان التكليف قبيل عند القدره على التناسب اللي هو البلوغ. الان الشرع اعتبر علامات له، وهذه العلامات فعليا تاليه لحصوله وليست معه، وان كان ايام قليله. كما قلنا اذا جاء الحد يوم الخميس فهي حقيقه بلغت في يوم الاسبوع اللي قبل، يعني صار عندها إباضة، المبيض صار يفرز، لكن الشرع يربط الأحكام بعلامات ظاهرة تيسيرا على المكلفين. فقال لك الحيض عند المرأة علامة البلوغ، لكن مش هو فعليا البلوغ قبيل الحيض بقليل. تمام. فلذلك قضاء القاضي لما بده يصدر أحكام قضائية فيما يتعلق بالوصاية على اليتيم وغيره، فيما يتعلق بالنكاح وغيره، يعتمد على العلامات الظاهرة، ما بيطلبش عمل فحص تحليل دم إنه المبيض يفرز إباضة ولا ما لا في حيض ولا ما في، في حيض إذا هي بالغ، في احتلام ولا ما في. تمام. فطبعا إحنا بنتكلم عن أيام البلوغ، القدرة على التناسل عند المرأة تحصل قبل أيام قليلة من أول حيض لها، وكذلك البلوغ بقدرة الرجل على التناسل يكون قبل أيام قليلة من أول احتلام له. تمام. والله تعالى أعلم. نرجع إلى موضوعنا لسه رحلتنا، إن أحيانا الله عز وجل مع هذا الكتاب المبارك المهذب طويلة، لسه في عندنا باب الطهارة، بقية أبواب الطهارة، في عندنا الصلاة، في عندنا الزكاة، في عندنا الصيام، في عندنا أحكام النكاح بأبواب المتعددة، رحلة طويلة يا شباب، لكن الجميل إنه الدرس محفوظ على قناتين على اليوتيوب. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الدرس، وأن تكون المادة العلمية المبثوثة فيه مما يرجع إليها طلبة العلم في قابل الأيام فينتفعون بها إن شاء الله تعالى الكريم. السؤال الآخر من أختنا أم خلاد، هو قضية الإثم. يعني الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، والحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، وعشان كده الشريعة حريصة على أن المكلف يأتي بالتكاليف الشرعية
تامة غير ناقصة لا تشوبها شائب. فقال لك علموهم من 7 واضربوهم من 10 على الصلاة. تمام؟ على الصلاة. ليه؟ ليش ما قال علموهم لما يبدأ الحيض أو الاحتلام؟ عشان يتفقه في أمر الصلاة ويتقنها كاملة بأركانها وواجباتها وشرائطها وآدابها قبل البلوغ. فبالتالي الآن حصل البلوغ بعد أسبوع بعد أسبوعين هو متقن للصلاة ملتزمة بحجاب عارف الموضوع. لكن يعني مثل هذه الفترة الوجيزة اللي فعليا يكون الإنسان فيها بالغ لكن لم يبدأ ظهور العلامات بعد، يعني هذه مشمولة إن شاء الله بعفو الرحمن الرحيم، وهو غفور تواب عفو حليم على عباده جل في علاه. لكن إحنا لما بنشرح العملية بدنا نعرف ما الذي يحصل. الحديث قال رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ، والبلوغ القدرة على التناسل له علامات. فرق بين العلامة وبين يعني ذات البلوغ. الآن السماء تمطر في رعد وبرق، تمام، خلاص السماء تمطر، لكن ما وقع المطر على رأسي بعد، ما وصل المطر على بيتي، في رعد وبرق وفي هطول أمطار، ما وصلت الأمطار إلينا بعد، بدها تمكث دقيقتين مثلا لحين ما يوصل المطر من الغيم إلى سطح الأرض مثلا. فهكذا تقريبا الحال، حصل البلوغ لكن لم تظهر علامات، والله تعالى أعلم. المس الذي ينقض الوضوء، أختنا احنا شرحنا هذا في أحكام الوضوء، قلنا عند الشافعية المس، مس البشرة المرأة لبشرة رجل أجنبي عنها ينقض وضوءها وضوءه، تمام، ينقض وضوءها وضوءه، هذا عند الشافعية. ورجحنا رأي الإمام أبو حنيفة أنه مس المرأة ليس من نواقض الوضوء، تمام، أو لامستم النساء المقصود بها أو حصل الجماع المقصود بها الجماع. لكن على أي حال مذهب الشافعية الذي المس الذي ينقض الوضوء هو مس بشرة المرأة لبشرة رجل أجنبي عنها بالغ من غير حائل. فمس بشرة المرأة البنت الصغيرة لا تنقض وضوء الرجل، ومس المرأة بشرة الطفل الصغير غير البالغ لا ينقض وضوءها. والمس بحائل قفازين أو ملابس أو ثياب أو قماش لا ينقض وضوء. القفازات البلاستيكية هذه تعتبر حائلا لا تنقض وضوء عند الإمام الشافعي لوجود الحائل، حتى لو صار في لقاء بين البشرة ما بين رجل أجنبي ورجل وامرأة أجنبية عنه، تمام، والله تعالى أعلم. وجود الحائل إلا نقض الوضوء عند الشافعية بعد البلوغ، مس بالغ لبالغة من غير حائل وليس محرما، تمام، يعني أخت أمه لا تنقض الوضوء، أخوها أبوها لا ينقض الوضوء، الزوج ينقض عند الشافعي بغير حائل، تمام، العبرة بالبلوغ، العبرة بالبلوغ وليس بالتمييز. واضح الكلام؟ طيب، احنا خرجنا كثيرا عن الموضوع واقترب وقت أذان المغرب، وكنا ينبغي أن ننهي يعني في تفاؤل من أن موضوع الميتة ما أكملناه، لا بأس أن نبدأ به المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الكريم، حتى ما يكون في شيء ناقص في مثل هذه القضايا الهامة. ولا بأس يعني استطردنا قليلا إجابة على بعض الأسئلة.
لكن اقترب هذا موعد أذان المغرب في مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية حيث أقيم، فنكتفي بهذا القدر. وصلنا إلى أعلى صفحة 170. الدرس القادم إن شاء الله من أعلى صفحة 170. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمن. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمك الجليلة العظيمة الكثيرة التي لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء، فلك الحمد ربنا ولك الشكر على ما أنعمت به وأعطيت، حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك ربنا يا الله ما أعظمك، سبحانك ربنا يا الله ما ألطفك، سبحانك ربنا يا الله ما أقدرك، سبحانك يا الله لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين، يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك بنا جميعا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى من الأعمال والأقوال ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا جميعا الزلل والضلال وظلم العباد ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا إيمانا وتقا وورعا وعلما نافعا ما أحييتنا يا رب العالمين. وقربنا جميعا إلى جلالك، واجعلنا جميعا من أوليائك في الأرض في هذا الزمان، واجعلنا جميعا من أحبابك في الأرض في هذا الزمان، واستخدمنا جميعا في نصرة دينك في الأرض وفي قهر أعدائك فيها ابتغاء مرضاتك عنا يا رب العالمين. وارزقنا جميعا الإخلاص لوجهك الكريم في أقوالنا وأعمالنا ما أحييتنا يا الله، وباعد بيننا وبين النفاق والرياء كما بعدت بين المشرق والمغرب ما أحييتنا يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين، يا الله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وحياكم الله تعالى جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.